اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده سمك، ولما نقول خليها سمك اكيد بتركايه المغازي وبطعم تاني وبشكل تاني وبرده تكلفه قليله جدا، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. السمك النهارده بتاعنا بوري من خير مزارعنا، هنعمله مشوي النهارده على طريقه الخاصه اللي هتعجب حضراتكم. البوري بتاعنا النهارده الجميل الحلو، هنشوف ايه مشاكل الزفاره اللي فيه وازاي السمكه هتبقى لطيفه وجميله واكل كل حته فيها بدون ما احس ان فيها اي زفاره. معانا بوري النهارده هنعمله مشوي في الفرن. معانا شوربه السي فود النهارده، ولما اقول سي فود يعني جمع، يعني اكتر من ثلاث حاجات، يا اما عشريات يا اما رخويات يا اما اسماك. احنا معانا شويه كاليماري وشويه كابوريا وشويه جندوفلي، هتبقى شوربه لطيفه وبسيطه. ولكن مش قصه مكونات الشوربه، قصه اللون، الشوربه بيبقى لونه ابيض ازاي وكريم ازاي واخده القوام، هي دي التركايه، انما المكونات دي ما تشغلنيش. معانا رز النهارده، هنعمل رز بالبصل والشبت، هيعجبكم ان شاء الله، لان سفره عليها سمك يبقى عليها رز، ولكن رز مصري هنعمله بطريقه جديده النهارده. السفره كمان محتاجه طبق سلطه خضراء، في ايام الصيف يا اما الايس كريم يا اما السموزي يا اما العصير المثلج، وكمان السلطه الخضراء تطلع من الثلاجه فيها تبريد كده لطيفه، وخاصه اللي كانت محتوياتها خيار وطماطم وبصل والجرجير، ده مفيد جدا مع السلطه الخضراء. طيب السلطه الخضراء مكوناتها على الشاشه قدام حضراتكم، تشكيله من الخضار، معانا خيار ومعانا طماطم ومعانا جزر ومعانا جرجير، كل ده متقطع وجاهز. يا بختك يا شيف، مساعدين بتوعك شطار، بنعمله سريعا مع بعض كده وبنغرفه ونقدمه في طبق. هو مش هياخد وقت غير ان انا اقدمه في طبق، ولكن نصيحه، بتعملي طبق سلطه يفضل انك تتبليه قبل الاكل مباشره، عشان احنا في الصيف والسلطه لما بتقعد متبله كتير في جو الصيف ده بيبقى شكلها مش لطيف، وهي طعمها بيبقى حلو كل حاجه بس بيبقى ايه شكلها مش لطيف. خلي بالك ده مهم جدا على فكره. تعالوا نعملها بسرعة مع بعض. اهو سيرفيس زي ده كده حلو، وناخد الخضار بتاعنا اللطيف ده كده، طماطم مع فلفل أخضر متقطع مع خيار برضو مع طماطم، أنا مش بحب الجزر قوي بس ماشي يلا، وبصل أخضر أو بصل بتقطع جوانح بالشكل ده كده زي الفل. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ معانا جرجير، ناخد الجرجير الحلو ده كده بشخصيته، اتحط في الطبق ده كده عشان اللي حابب ياكل الجرجير كده معاه، وده السلطه بتاعت اللطيفه الحلوه اهي. شفت الجو الحلو ده كده، وهي رشه زيت زيتون عليها بألف هنا وشفا. ادي السفره بتاعتي، فيها بساطه فيها سهوله فيها مرونه، وكمان الجديد هنا انك انت عرفت ايه التركايه بتاعت شوربه السي فود، رشه زيت زيتون على السلطه اللطيفه دي كده وبألف هنا وشفا. سفرة بسيطة سهلة، طعمها مختلف، مش مكلفة، ولكن فيها فكر طهوي. قصة عمل الرز بالطعم ده بالتأكيد هيكون مختلف معاكي. شوربة السي فود بقوامها بشخصيتها بالقشريات بالرخويات بتاعتها، عمنا البوري اللطيف من خير مزارعنا اللطيفة اللي بنصدره للدنيا كلها، اتعمل بتكنيك عالي لطيف، وشوفنا التركية بتاعته. الطاسة لازم تكون سخنة أو الصينية، وياخد التتبيلة مع الزبدة والزيت. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.
We'll be right back.